اليوم عاملين مؤتمر أو اجتماع لذوي الاحتياجات الخاصة الأشخاص قصار القامة. هذا المؤتمر في فندق الماريوت في أوستن تكساس شارع الكونغرس جمعة، وهذول الناس اللي هم يعتبرون من ذوي الاحتياجات الخاصة من كل أمريكا أعتقد أو من كل تكساس. اليوم جينا نشرب القهوة هنا، بس لقينا ما شاء الله هاي الناس كلهم جايين ويا أهاليهم وجايين ويا مدربينهم، هو للدعم النفسي والتمكن، يعني ينخرطون بالمجتمع، يكونون عاديين، حالهم حال الناس الكبار والصغار، كلهم اللي هاي الحالة كلهم جايين هنا وملتمين هذا الفندق. اليوم النشاط كلش حلو والناس كلها يعني متعايشة وياهم، وهم أيضا يحسون نفسهم ناس عاديين، ممكن يروحون لأي مكان، حالهم حال أي بشر عادي، لأنه هم ما ينقصهم أي شيء عدا أنه خلقتهم هذه، الله خالقهم هاي الصورة وخلص. فهم ناس يعتبرون عاديين منخرطين مع المجتمع الأمريكي ومع المجتمع الأوستيني. كلش حلو، أنا حبيت النشاط، حبيته جدا، كلش حلو، كلش حلو، اهتمام يعني.